السلام عليكم. تطبيق اسمه قرآننا أعجبني وقلت أني أبا أشارككم فيه. يا إخواني هذا التطبيق أقل ما ينقال عنه عظيم وجبار، يضم كل مميزات تطبيقات القرآن الكريم في أبل ستور وجوجل بلاي. والحلو في التطبيق يا إخواني إنه مجاني وما يحتاج إنك تسجل فيه. في السابق إذا تحتاج تفسير آية أو سبب نزول سورة لازم إنك ترجع للمصادر الورقية والإلكترونية وتدور، لكن هذا التطبيق وفر عليك الوقت والجهد. فيه تفسير الصوتي وأسباب النزول وقصص القرآن والأذكار والمصحف المعلم للأطفال ومترجم لأكثر من 30 لغة. خلونا نشوف هذه المصاحف الموجودة في التطبيق: تجويد، ورش، قالون، نسخ، تعليق، مصاحف عديدة ما شاء الله. هذا اللي يقولونه تفسير القرآن، كل تفسير ودك فيه بتلقاه: الوسيط، السعدي، التحرير، البغوية، بن كثير، تلاوة القرآن، تختار اسم الشيخ. تقريبا ما شاء الله تبارك الرحمن كل القراء تلقاهم في هذا التطبيق. وهنا يا اخواني بتلقون القرآن المترجم ما شاء الله تبارك الرحمن، اكثر من 30 لغة، قصص القرآن، صوت وصورة، اعراب القرآن اللي مهتم بالاعراب، التفسير الصوتي، تختار سورة يعطيك التفسير بالصوت، وهذا أيقونة الاذكار ومعاني القرآن ومصحف المعلم للاطفال، فضل القرآن، أسباب النزول، تختار السورة وتقرأ سبب النزول، وهذا تفسير سورة البقرة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجزاهم عنا كل خير. تطبيق عظيم ويستاهل أن نستثمر فيه. لو أنت أرسلته لأحبائك وأحبائك أرسلوه لأحبائهم، لو كل واحد قرأ سورة واحدة، كم الأجر العظيم اللي بتجنيه عند الله سبحانه وتعالى. ويا حظ من جعل تجارته مع الله سبحانه وتعالى. إخواني وخواتي، نحن لسنا بمخلدين على هذه الأرض، فلنجعل هذا التطبيق صدقة جارية لي ولكم، تنفعنا في الحياة وبعد الممات. نسأل الله القبول.